للقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتم خيرا جميعا. طبختنا اليوم برجر الدجاج بصوص، عفوا برجر اللحم بصوص المشروم أو بصوص الفطر. المكونات عندي كالآتي: لحم مفروم، لحم عجل، ضروري يكون لحم أحمر، لحم بقر، عجل، بتلو، جبن الشدار، المشروم اللي هو الفطر، عندي صوص المستردة هو الخردل، شوي قليل من الكاتشب، عندي بصلة، عندي حبة بيض اختياري. البهارات للحم عبارة عن فلفل أسود، ملح، كزبرة ناشفة، نوعين بهارات: فلفل أسود، كزبرة ناشفة، بالإضافة للملح. بعيد المكونات مع بعض: برجر اللحم بصوص المشروم، لحم بقر أو لحم عجل بتلو أحمر، جبنة شيدار، الفطر اللي هو المشروم، صوص المستردة، الكاتشب. المرحلة الأولى رح حمي التاوة وحط فيها قليل من الزيت. أثناء ما تحمى رح تبل اللحم فلفل أسود والكزبرة والملح، وسويها أصنع منها ثلاث كرات. كم؟ ثلاث كرات. ثلاث كرات. ثلاث. طبعا نسأل الحين ولا بستخلص؟ بعد ما خلص. الطبخة شو اسمها؟ الطبخة شو اسمها؟ لك شو عم بحكي أنا من الصبح؟ مو منتبه. لا والله منتبه بس. برجر اللحم بصوص المشروم. اسم الوجبة: برجر اللحم بصوص المشروم. حلو. هذا صندوش معروف عالميا وسعره غالي ترى. إذا نوع اللحم جيد بيوصل سعره بيتعدى 100 ريال. البرجر. إيه نعم. فأنت هلا بدك تتعلمه وإن شاء الله بيتعلموه المشاهدين معانا. إن شاء الله. راح نسوي ثلاث كرات من اللحم. تبلها بالفلفل. وبالكزبرة وبالملح. تمام حبيبي. وسويها ثلاث كرات حبيبي. بعد ما اصنع منها ثلاث كرات برقها عشان ما اكبسها. انت ما راح تعرف تكبسها. بخليها ضعيفه دائريه باليد. باليد رقها رق. باليد رقها رق. يا سلام. حتى تصير ضعيفه على الاخير انزل فيها على التاوه. اشويها من كل طرف 4 دقائق. حلوه. وارفعها عن النار، حطها بصحن. حلوه. انت اثناء شوي البرجر راح نصنع صوص المشروم. صوص المشروم بنزل بقليل من الزيت، بحمس البصلة الناعمة، قطعها ناعمة للبصلة معي. أنت لا تسرح. الناعمة. بقطع البصلة ناعمة وبنزل فيها على الزيت. ناعمة يعني بهذاك اسمه؟ لا بالسكين بس ناعمة على الأخير. حلوة. تمام. نزل فيها بالزيت، حمسها، أول ما بيتغير لونها بتضيف ملعقة دقيق عليها. ملعقة. ملعقة دقيق. ملعقة. تمام. بيكونك مناعم المشروم هذا كمان مثل البصلة، بتنعمه وبتحطه، بتضيفه، بتضيفه على البصلة والدقيق. نعم المشروم بعد ما نضيف الدقيق على الزيت. ها ايه. نضيف الدقيق على البصل المحموس. نعم. وبعدها المشروم. لا تكثر الدقيق على طول. ملعقة ممسوحة بس. على طول ولا نخليه ياخذ لون؟ على طول. أول ما بتغير لونه بتضيف الفطر المقطع ناعم. حلو. وبتحرك. أثناء التحريك بتضيف مي بشكل بطيء وانت عم تحرك. صدق. ايه. بيتحول معك المي شوي شوي لصوص سميك اخذ من نكهه البصل والمشروم. كم مي نستخدمه للساندويتش؟ فهمت علي؟ كم المي؟ فاهم؟ ايه انا فاهم. المي تدريجيا بتنزله، يمكن إيه؟ تستخدم هذه كلها. فاهم زين. اها. تمام. حتحط للمشروم والبصل راح تضيف له ملح وتضيف له فلفل اسود بس بدون كزبره. طيب وهذا؟ هذا حتطبخ فيه. هذا حطبخ فيه. حطبخ فيه المشروم من جديد. من جديد. انت انا عم بتكلم وللاسف ما عم تفهم علي ليش. والله اني فاهم بس القدر حق وش هذا المشروم وهذا البصل. حتشوي فيه اللحم بس. بس بس عرفت. ايه. جاهزين؟ جاهزين. عندك سؤال؟ اي دقيقه. البيضه ما سالتوني ليش البيضه. ليش البيضه يا شباب؟ البيضه ليش؟ انا متضاربين. البيضه ليش؟ البيضه ليش؟ البيضه عشان نحطها مع المسلوق. البيضة حنقليها لحالها على طرف بعد اللحم. تقليها بعد ما نضيف اللحم القدر. اترك القدر. ايه. شويت اللحم هنا. ايه. وشلته. حط البيضة مع شوية زيت اقليها وشيلها قرص واحد عشان تحطها بالساندويش مع اللحم. حلو. هذا الساندويش. ايه هذا الخبز. طيب خبز البرجر. كم ساندويش؟ انت حتسوي ثلاثة. هو حيسوي ثلاثة. خلي يسوي واحدة ولا انت لانه واحد. ان شاء الله اسوي واحده. انا ما عندي مشكله. طيب على الذوق. واحده بتكفيني اني اذوق. طيب خلاص خليني اسوي. جبنه شيدر ليش ما سالتوني ليش جبنه شيدر؟ ليه؟ حتحطه نهايه تحضير لما بيصير الصوص عندك سميك حتنزل الشيدر يدوب
مع الصوص. طيب والكاتشب؟ الكاتشب بدهن بالخبز، حتخلط الكاتشب والمستردة مع بعض وتدهن فيها الخبز. هذه متى ابو علي؟ هذه لما يجهز الصوص اللي حمسته هنا، البصل والفطر حلو مع المي، سمك معك شوي بتنزل عليه جبنة شيدر عشان يسيخ يدوب وتستخدمه للسندويش. طيب هذا وشو؟ مستردة، هذا خردل. هذا خردل وهذا كاتشب. شوف انت راح تفتح الخبزة تدهنها بالصوص ده، هذا في النهاية، وبتاخذ قرص اللحم بتحطه، وبتاخذ الصوص اللي عليه الجبن وبتحطه فوق اللحم وبتقفل السندويش ويعطيك العافية. لا البيض، البيض ايوه حط بيضة، حط بيض بعد. ايوه اخر شيء البيض. انت حتسوي سندويش واحد ببيض وسندويشين بدون بيض. يلا يلا، في اي سؤال اخير؟ في سؤال عندك شعار؟ والله ما ربك. لا لا اسال، ما عندك مشكلة اسال مالك. طيب جاهزين يا شباب؟ خلاص جاهز كذا كل شيء. يلا الله يعينكم، الله يعين العين.